السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. من قناة عصافير جنة اطفال نقدم لكم 7 من اهم فوائد عشبة الشمر. عشبة يصل ارتفاعها من 80 الى 150 سنتي وتعيش لاكثر من عامين. يتميز برائحته القوية وينتشر في دول حوض البحر الأبيض المتوسط، ويمكن استخدامه كبهارات في الطعام، كما أن له فوائد عديدة نذكر لكم أبرزها. يقلل الشمر من مغص الأطفال الرضع من خلال تناول منقوع الشمر الدافئ في ملعقتين صغيرتين. يخفف تقلصات البطن والآلام التي يمكن أن تحدث، وكذلك يقلل من آلام القولون العصبي وانتفاخه. يساهم الشمر مع الأعشاب الأخرى في علاج الإمساك لأنه ينظم عملية الهضم في المعدة. يقلل الشمر من آلام الدورة الشهرية لدى المرأة، وينصح المرأة في فترة الحيض بتناول كوب دافئ من منقوع الشمر. يعالج الشمر مشكلة سوء الهضم واضطرابات وانتفاخات المعدة. يمكن أن يعالج الشمر أيضا الالتهابات في الجهاز التنفسي، وكحاله كحال أي مشروب دافئ يقلل من الاحتقان. يساعد الشمر في تنحيف الجسم وتخفيض الوزن ومحاربة السمنة، وذلك عند مزجه مع الزعتر والكمون والزنجبيل والقرفة، فهو مزيج رائع أثناء اتباع الحمية الغذائية. موانع استخدام الشمر: كأي مادة غذائية لا ينصح بتكرارها كثيرا، ولكن طالما نتناوله بحرص فلا ضرر فيه. على الحامل أن تتجنب تناول الشمر لأنه لم يثبت أمانه على الحامل والجنين حتى الآن. يمكن استخدام الشمر للأطفال الرضع ولكن بكميات محدودة في حال إصابتهم بالمغص. عندما يكون الشخص مصاب بمرض ما ويتناول أدوية مستديمة، فعليه أن يتأكد من أن الشمر لن يضره، مثل المصابين بنزيف الدم أو السرطانات.